إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دموعي بدأ فوق الخدود ونار غدا بين الظلوع وقودا أتملك سعادات الأنام عبيدها ويخضع في أجر الكلاب وسودا وتبتز أولاد النبي حقوقها جهارا جهارا وتدمى بعد ذاك خدودا يعبر في كربلاء وعيدها وعزرته ربها على الدرب حوله يطوف بها نصر البلاء وزيدها قضاء وعطشا على الرجال ودونهم قضاء عطشا يا للرجال من يوم السابع من المحرم منع الحسين وآل الحسين من ورود الماء وبدأ الظما والعطش في قلوب أهل البيت والفاطميات والأطفال من عائلة الحسين قضى العطش على الرجال ودونهم شرايا ولكن ما شبانها وكولها
نتذكر وقوفك عليه.
جاء عن سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في ضمن وصية له إلى ابنه الكاظم عليه السلام: يا بني، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها. هكذا يحذر الإمام من الولوج في كشف حجاب الغير وإبداء عيوب الناس والإشاعة عنهم بالسوء أو إشاعة السوء عنهم. من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا تطلبوا عثرات المؤمنين، أو قال: لا تطلبوا عورات المؤمنين ولا تتبعوا عثراتهم، فإن من طلب عثرة أخيه طلب الله عثرته، ومن طلب الله عثرته فضحه ولو في جوف بيته. هذا الكلام المتقدم له ربط وثيق بالغيبة التي تعني إظهار وإبداء ونشر وكشف عيوب الغير وعثرات الغير ومساوئ الغير، إلا أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم استثنوا من حرمة الغيبة موارد أباحوا فيها وأجازوا فيها الغيبة. طبعا كما تعلمون أن المؤمن أن المسلم محاط بسياج من الحرمة والشرف والعزة، ولا يجوز لأحد أن يتعدى ويتخطى حرمة المؤمن إلا بمبرر شرعي. هذا المؤمن الذي يحرم الإسلام أن تنقل عنه عيبا ارتكبه، أحيانا الإسلام يأمر بقتله إذا كان الحد الشرعي يقتضي عليه ذلك، أحيانا يأمر بجلده، أحيانا يأمر بقطع كفه
بالقصاص منه. فذكر الفقهاء وطبعا على ضوء الأدلة موارد يجوز فيها الغيبة. ترى ما هذه الموارد؟ طبعا لعلي لا استقصيها ولكن اذكر بعضها. من هذه الموارد اجازوا غيبة الفاسق. اي فاسق؟ الفاسق المتجاهر بفسقه كالذي يشرب الخمر علنا في الطرقات. بس اللي يشرب خمر علنا في الطرقات وهذه اللي تتبرج علنا في الطرقات مثل ماذا؟ يرتكب منكر علني وواضح وفي الطرقات. هذه ايضا التي كشفت عن ساقيها وابدت صدرها وكشفت ما لا يجوز لها ان تكشفه وتبديه امام الملأ وعلى وجه العلن ويمكن الى جانب موكب العزاء والى اخره. اجازوا غيبة الفاسق المتجاهر بفسقه للحديث للرواية القائلة اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. الرواية. وفي رواية اخرى من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له. إلا أن غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق لا تجوز إلا بمراعاة شرطين تقريبا أو ثلاثة. الشرط الأول كما يقول أحد العلماء القدر المتيقن من جواز غيبة الفاسق المتجاهر بفسقه الاقتصار على الذنب الذي يتجاهر به فقط دون غيره. مو معناه تشرعه في كل شيء، مو تستغيبه في كل شيء، لا، تقتصر على الذنب الذي يتجاهر به فقط لا غير. أما الذنوب التي يتستر عليها أو يتستر بها بينه وبين ربه ما إلك دخل فيها حتى لو تدري. هذا واحد. القيد الآخر هو أن غيبة المتجاهر بالفسق إنما تصح إذا كنت تعلم أن هذا المتجاهر بالفسق يعلم أن ما يرتكبه ذنب فعلا. أما إذا أظهر لذلك الذنب عذرا مقبولا، شفت واحد أنت في شهر رمضان والناس صيام، شفته يغطس في حوض الماء يرتمس، خلاص تروح تعلن فلان ما يصوم شهر الله، تعال شوف حالة أول هذا له، شو استفسر منه، شو وش بيقول لك؟ يقول لك أنا ما أدري ولا سمعت أن الارتماس مما يجب على الصائم أن يمسك عنه، ما أدري أنا ما أعرف جاهل. لاحظ التفت. فإذا أظهر لذنبه عذرا مقبولا خلاص ما تستغيبه، ما تروح شهر عليه. صحيح أنه أمامك قاعد يغابس ويرتمس لكنه ما يعرف الحكم، مو متعمد. هذا الكلام في الفاسق المتجاهر بالفسق الذي يعلم فعلا أن ما يرتكبه ذنب. وهكذا طبعا هذا مثال وانت قسم ما اريد اطول بعد.
القيد الثالث ذكر بعض العلماء يقول الأحوط الاقتصار في غيبة المتجاهر بالفسق على غيبته في بلده فقط دون غيرها، بس في بلده غير بلده لا، لأن في بلده حتى وايش حتى يعالجون لم لاحظ، هو القضية قضية علاج مو عبث قال لك استغيب مو بدون غاية، لا في هدف في غاية كان هذا يتأثر. إذا علم أن الناس تتحدث عليه في المحافل في بلده طبعا، إذا بيتأثر بيتأثر من بلده، من غير بلده لا. لاحظ هكذا الأحوط الاقتصار على غيبة المتجاهل بالفسق في بلده فقط دون غيرها، هذا واحد. قالوا أيضا بجواز غيبة الفاسق الذي نقل خبرا غير ذاك الفاسق، ذاك فاسق متجاهر بالفسق هذا لا، هذا فاسق ونقل خبر أو شهد شهادة يجوز غيبته من أجل بيان فسقه لئلا يعول ويعتمد على خبره، لأن خبر الفاسق لا يصدق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني اطلبوا البينة، فاسق ما تعتمد عليه، ما تعتمد على خبره. لو يجيك 10 فساق ما تعتمد على خبرهم، ولهذا ادعى رؤية الهلال مثلا، إذا ادعى رؤية الهلال وهو فاسق تفطر على نبأ الفاسق؟ لا، إلا بالبينة الشرعية، لابد الشاهد يصير عادل. فلو سأل العالم عن هذا الشاهد هل هو عدل أم لا، أنت تعرف عنه أنه فاسق، ما هو عدل مع فرض علمك عنه أنه فاسق، يجوز تبين فسقه لو ما يجوز؟ يجوز في هالحالة، لتتلافى مشكلة الاعتماد على إخباره وشهادته. المورد الثالث قالوا بجواز الغيبة لنصح المستشير، لنصح المستشير، فمتى استشار مسلما في شخص من الأشخاص يريد إجراء معاملة معه مهما كان نوع تلك المعاملة، تارة يريد يوظفه لوظيفة هو مدعي أنه يعرفها، مدعي أنه ماهر فيها، ورب العمل هذا إجا يشاورك صدق هذا أنت تعرف عنه صديقك هذا صاحب، هو يقول مهندس، هو يقول بناء، هو يقول نجار، بالفعل هذا يعرف يبني لو يخليه يخرب بنيان من القبيلة، وكم واحد ادعى الشكل بتاليه خسر، ويدعي طبيب يمكن جايب له شهادة مزورة من الهند، ويلا عاد، ويدعي مهندس ويقشمر على المقاولين. لكن عاد ظاهر إذا هندي يمشي، أما إذا بحريني لا. علي فمتى ما استشار مسلما في شخص من الأشخاص يريد إجراء معاملة معه، معاملة أو معاشرة، تارة يريد يعاشرة، يريد يزوجة، وهنا عنده قاعدة يعمل عليها، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يريد يسأل عن دين هذا الرجل وعن أخلاقه، هي قضية صعبة ترى، هذه صعبة جدا،
هذه الاستشارة وبيان الرأي فيها أمانة أمانة جدا هذه، لأنه هذا بيصير للفيصل، هو اللي بيده بيصير الأمر صح لما يكون الأمر وما يكون. فإن كنت تعرف أن في ذلك الشخص عيب، إذا لم تذكر هذا العيب للمستشير يتورط معه، إذا ما ذكر إليه يتورط وياه، يشوف قبة ويقول هذا مزار، والحال أنه زبالة. التفت هذا. فإن كنت تعرف أن فيه عيب من العيوب، هذا العيب إذا ما ذكر إلى المستشير يتورط وبالتالي يخسر ويتضرر ويتأذى، فحينئذ يكون عدم ذكر العيب للمستشير خيانة، فلتلافي الورطة، الإسلام جوز هنا لتلافي الضرر، لتلافي التورط، تبين ذلك العيب لئلا يتورط المؤمن في تلك المعاملة أو تلك المعاشرة. لكن هنا نراعي شروط أيضا، شروط. الشرط الأول أن يكون أو أن تكون مصلحة ذكر العيب أكبر من مفسدة هتك حرمة المؤمن. أنت لما بتذكر عيب بتذكر حرمته، لكن تراعي هالقاعدة، تخلي عندك ميزان، أن تكون المصلحة في الغيبة في ذكر العيب أكبر من مفسدة هتك حرمة المؤمن. أما إذا كان العكس، أما إذا كان العكس، ذكرك للعيب ضرره أشد من عدم ذكره، كان إذا ذكرت العيب وقعت فتنة وسفكت الدماء، وش نقول لك؟ تعالش على الفتنة؟ لا. ولهذا أقول لك الأمر دقيق جدا، الأمر في دقة في هالميزان، تراعي الكفة الراجحة للمصلحة. وين المصلحة؟ وهنا عاد من يقدر المصلحة؟ تارة يخطئ هذا. سامحوني أذكر قضية عابرة على أي حال، اسمحوا لي بدون مؤاخذة. الوالد رحمه الله رحمة الأبرار جاء على أي حال، كلف هو كلف بأن يسأل عن شخص من الأشخاص، كلف بأن يسأل عن شخص من الأشخاص، هو ما يعرفه من بلد من بلدان البحرين، فجاء إلى شخص من أهل بلدي، أنا كنت ويا الوالد، سأل عنه وش تقول في فلان، صدقوني أنا مثل اللي انذهقت يعني الشكل لطفر، ما سمعت وإذا يقول أم زانية، أخت زانية، فلانة زانية، ذاك زاني، ويلا الشكل، الشكل هو يعني لما يستشيرونك تحصل لك فرصة تشرح في الناس، لا 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 مو هذا، مو هذا، أم زانية وأخت زانية وفلان زانية وأصل كذا وفرع كذا، مو الشكل. القيد الثاني في الأمر في هذا المورد، الشرط الثاني في ذكر العيب للمستشير لدفع الضرر ولدفع الورطة، لأن الشرط الأول تراعي وجه المصلحة، الشرط الثاني أن تكون مضطرا لذكر العيب، مع الذكر مباشرة، أن تكون مضطرا لذكر العيب. أما إذا أمكنك دفع المستشير عن تلك المعاملة كأن تقول إليه لا أرى صلاحا في هذه المعاملة ويستجيب إليك، بس تكتفي بهذا بعد، تكتفي بهذا إلا إذا نعم توقف امتناع المستشير عن تلك المعاملة على ذكر العيب واضطريت إلى ذكره، ذيك الساعة تذكره هكذا.
إذا كنت مضطرا إلى ذكرك عن بالك حرمة المؤمن الشكل هينة عند الله، بس عندك لسانك وخلاص. من ضمن الموارد التي يجوز فيها الغيبة مورد رد المنكر، فإذا رأيت شخصا مرتكبا لمنكر من المناكر وعرفت أن أي أسلوب تريد أن تعالج به رفع ذلك المنكر ومنع ذلك الإنسان عن ارتكابه، أي أسلوب ما يمكن يجدي ولا يمكن يفيد ولا يحقق المأرض إلا أن تستغيبه، لأنك تدري هذا الولد إذا يعرف أخوه عنه أنه يفعل هالجريمة يبند عنها، لكن لأن أخوه ما يدري انتفت، أو لأن نسيبه ما يدري، أو لأن صديقه ما يدري، هو حاصل الأرض أما هداه، حينئذ يجوز. وهنا أيضا تراعي وجه المصلحة بعد، يمكن إذا ذكرت العلم تحصل مفسدة، تحصل فتنة أفرض بين عشيرتين، لا بد تراعي بعد، خلي ميزان المصلحة الأكبر. فإذا كانت المصلحة في ذكر العيب والغيبة أكبر من مفسدة هتك حرمة ذلك الإنسان بخير، على أن تراعي شرط آخر وهو تيقنك ببقائه على منكره، مو فارق إن العام ونفارق ان ذاك الشهر مسوي جدره، يمكن تاب يمكن تاب خلاص، لا كنت تيقن انه لا زال باقي على ذنبه. من ضمن الموارد قالوا بجواز غيبة الضالين المضلين الذين يغيرون في الدين ويبدلون في الشريعة، والذين يفتنون الناس عن دينهم، والذين يزرعون الرعب والشك في قلوب المؤمنين ليصدوهم عن الحق، وأحيانا ذولا يرتدون بلزة الإسلام، أحيانا هالفئة ما يجيك يقول لك أنا داعي للباطل، لا يجيك بالثوب القصيرة وباللحية الطويلة، نعم ليزرع مفاهيم مروان ومعتقدات معاوية ودين بني أمية يريدك تمشي عليه، قالوا بجواز غيبة الضالين المضلين لتلافي باطلهم حتى الناس ما تنخدع بيهم. من ضمن الموارد في جواز الغيبة قالوا بجواز غيبة مدعي النسب زورا وكذبا. سيد لبس غطرة سوداء وراح البلد اللي ما يعرفونه، وراح خنفلة غطرة سوداء وبشت أسود، ممكن حتى الثوب سوداء هالشكل ديكور، كل أسود في أسود حتى القلب، وراح لك وقال أنا سيد وريد القمص. طبعا هذا يجوز غيبته لأن مصلحة حفظ الأنساب أكبر من هتك حرمة ذلك المدعي، يجوز غيبته، وهذا عادي، هذا عادي جهة ولا رايح الإمارات وما راح إلا حاج محمد المدعي هناك ويعرفه. خلاص
بكل الموارد. ذكروا ايضا لو ان شخص لو ان شخصان لا شخصين اخطأ ولا النحويين ردوا عليه المثنى وش بالالف ارفع المثنى وكيله اغلط انا بعد الان. لو ان شخصين رايا من شخص منكر ثانهم شافوا كلاهما راياه على منكره على باطله فهل يجوز لاحدهما ان يخاطب الاخر في شان ذلك العيب في غياب ذاك الشخص عقب ما شافوه التقوا مره ثانيه في مجلس قالوا هنا بعض الفقهاء افتى بجواز بجواز ذكر ذلك العيب بين الفردين اللذين راياه لان احدهما لا ينقل للاخر شيئا او امرا خفيا عليه انما ينقل امرا هو على علم به ما زيد ولا قصر لان الشهيد الثاني عليه الرحمه الشهيد الثاني يقول الافضل عدم ذكر ذلك العيب بينهما خصوصا مع احتمال نسيان الثاني خصوصا مع احتمال نسيان الشخص الثاني. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يقول إذا كان ذكر الفردين لما رأي من عيب ذلك الشخص إذا كان قصدهما الاستهزاء والإهانة به إذا قصدهم يهينونه والانتقاص منه لا يجوز أما إذا لا ما قصدهم الانتقاص منه فرض يريدون عاجوا قضيته ما في مانع. من ضمن الموارد أيضا قالوا بجواز غيبة الظالم في مقام الشكاية منه وبيان ظلمه فقط لا غير جواز غيبة الظالم وبيان ظلمه فقط لقول الله تعالى في سورة الشورى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وقال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وذكر أحد الفقهاء أن الأحوط هنا في هذا المورد الاقتصار على الشكاية من الظالم وبيان ظلمه عند من ترجو نصرته وإغاثته مو عند كل واحد تشكو لا إنما تشكو الظالم عند من ترجو نصرته وإغاثته أما من لا يستجيب لك أو لا يقدر على علاجي ولا يفيدك بشيء شي يفيدك الهدرة ما يفيدك شيء إنما تذكر الظلم وتشكو الظالم عند من ترجو نصرته وإغاثته نستطيع أن نلخص موارد جواز الغيبة بهذه القاعدة قاعدة كلية في كل مورد تكون مصلحة الغيبة أو مصلحة ذكر العيب أكبر من مفسدة هتك حرمة المؤمن يجوز غيبته بل ميزة في كل مورد تكون المصلحة في ذكر العيب أكبر من مفسدة هتك حرمة المؤمن حينئذ تجوز الغيبة كما في الشهادة عليه والشكل يجيبونك شاهد والشخص اللي بتشهد عليه مو موجود يقول لك شفته ظلم شفت بعيونك اعتدى تقول لي رأيت فلانا اعتدى هو مو موجود لكن مصلحة إقامة العدل وحفظ الحقوق فوق مصلحة هتك هذا الإنسان لأنه هو هتك حرمة الدين لما ظلم وهكذا هذه هي القاعدة أما بدون مبرر شرعي
بغير مبرر. تريد بس تشرح وتتبع العيوب والعثرات بدون هالمبررات او غيرها مما ذكر الفقهاء، فالحديث يخاطبك عن النبي صلى الله عليه وآله. لا تطلبوا عورات المؤمنين ولا تتبعوا عثراتهم، فان من طلب عثرة اخيه طلب الله عثرته، ومن طلب الله عثرته فضحه ولو في جوف بيته. بني يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته. ابد لا تتعدى على حرمة المؤمن. هب انك تعرف عن مساوئ بغير مبرر شرعي ما تنقلها وما تستغيبه، وقد علمنا مدى حرمة الغيبة وانها من الكبائر، وان ذنب الغيبة اشد من ذنب الزنا كما في الحديث المر بعدة طرق كما يقول الشيخ الانصاري عن النبي صلى الله عليه وآله، وقد ان الزاني يتوب فيتوب الله تعالى عليه، اما المغتاب يتوب فلا يغفر له حتى يغفر له صاحبها، حتى يغفر له صاحبها. وبلا اشكال الغيبة طبعا من سوء الخلق، وسوء الخلق يفسد الايمان كما في الحديث، كما يفسد الخل العسل، مثل ما يفسد الخل العسل. وثم شنو هالنفس هذا؟ ما هذه النفس التي تود ان تنتقص من المؤمنين والتي لا تريد حفظ حرمة المؤمنين؟ هذه نفس الواقع عليلة مريضة. لا، فلنغير ولنبدل ولنحمل للناس عطفا وحنانا وحبا وشوقا ورأفة، ونحب لهم ما نحب لأنفسنا. وهذا درس بالغ علمنا إياه سيد الشهداء سلام الله عليه، علمنا كيف نحب الإنسانية، كيف نحمل الخير إلى الناس، مثل ما تكرر عليك وسمعت باستمرار. ينظر سيد الشهداء إلى حشود وجموع سدت فيافي كربلاء على قتاله، لكن يرونه أو تراه زينب ودموعه تجري على خده. يسأل سيد الشهداء علام هذا البكاء، ليش تبكي بأبي ونفسي؟ قال أبكي على هؤلاء القوم. انت لو عدوة سبه لما سبه، شوف نفوسنا وين ونفس الحسين الكبيرة وين. يقول أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي، لكن صدقني ما رحموه، ما رحموه أبدا. واجهوه بقلوب استحوذ عليها الشيطان فأنساها ذكر الله. قتلوه، قتلوه مع علمهم انه خير البرايا من سيد ومسعود، بدال شربة ماء تبرد غليل الحسين الخيل الاعوجية تدوس على جناجن صدره، وبدال شربة ماء الى طفل رضيع يتعطفهم على طفل رضيع لا يدري ما الغاية ولا يعرف ما النهاية، يلوك لسانه من شدة العطش، بدال ان يروى بقطرات من الماء تفتر لهيب النار في قلبه، واذا بحرملة يسوق ذلك السهم فيقع في منحر ذلك الطفل ويذبحه من الوريد الى الوريد. وهكذا هكذا الحسين، نعم، اياله ورجاله واطفاله وحرمه وانصاره، نعم، رآهم عطاشا ظما يتلوون من الظما، حتى قضوا واحدا بعد واحد ومخلصا بعد مخلص، نعم، وصادقا بعد صادق، قضوا بين يديه فرآهم مجزرين على الرمال، هذا ملقا على وهذا ملقا على شماله وهذا مكبوب
احيانا الحسين يريد ان يواسيهم او يريد ان يفتر ظماهم بان يقدم لهم خاتمه، ربما احيانا بعضهم يعطيه لسانه واجذ بالونه لهم، جزاكم الله خير الجزاء وأثابكم الله.